مشاهدينا في كل مكان تحية طيبة، أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج الحوار الاقتصادي. يقول الدكتور العربي غويني في كتابه إصلاح الإدارة المحلية طريق لتحقيق التنمية المحلية في الوطن العربي وكنموذج حالة الجزائر، يقول إن مفهوم الإدارة المحلية عبر التاريخ مرتبط بنظام اللامركزية في الدول المتقدمة، وعليه ومن الطبيعي وبالعودة إلى الممارسة السياسية في المجالس المنتخبة ببلادنا وجب تعريف دقيق لمعنى الإدارة المحلية، والتي يرجعها أهل الاختصاص في غالب الأحيان إلى نوعية النظام السياسي السائد في البلاد. ساعات قليلة إذن تفصلنا عن موعد الانتخابات المحلية بما فيها الولائية والبلدية، ساعات قليلة ستحدد من سيسير 1541 بلدية و48 مجلسا ولائيا. نعم، منتخبون محليون سيسيرون هذه المجالس برهانات اقتصادية كبيرة ووضعية مالية صعبة تعيشها جل بلديات الوطن، والتي لا تتوفر على مداخيل مالية سواء عن طريق الاستثمارات أو عن طريق التحصيل الضريبي. إذن ما هو دور المنتخب المحلي؟ وهل بإمكانه اليوم رفع التحدي والإسهام في خلق الثروة ببلديته والوصول إلى طريقة التمويل الذاتي للبلديات والتي اعتمدت في العهدة المنتهية في بلديات تعد على الأصابع، بادر القائمون عليها من رؤساء مجالس ونوابهم بادروا إلى اللجوء إلى وجود طرق تمويل لمشاريع بلدياتهم عوض انتظار ميزانية الدولة أو دعم صندوق التضامن ما بين البلديات. إذن نفتح اليوم هذا الملف عشية الانتخابات المحلية، وفي جعبتنا أسئلة عديدة عن طرق تمويل البلديات، عن التحصيل الضريبي، عن مستوى المنتخب، وعن الانسدادات وانعكاسها على التسيير الجدي للمجالس المنتخبة. نفتح هذا الملف مع ضيوفي اليوم، وهم أولا الدكتور العربي غويني، أستاذ في جامعة الاقتصاد بالجزائر وصاحب كتاب إصلاح الإدارة المحلية كطريق لتحقيق التنمية المحلية في الوطن العربي مع الإشارة لحالة الجزائر. سيد غويني أهلا بكم وشكرا على تلبية الدعوة. معنا سيد طيب محمد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية يكرن بدائرة عزازقة ولاية تيزي وزو. أهلا بكم سيدي، ونشير فقط إلى أنكم رئيس مجلس بلدي لكن غير مترشح للعهدة الجديدة. مرحبا بك سيد سي طيب. معنا خبيرنا المالي والاقتصادي رضا تير، أهلا بك رضا. ومعنا مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك، أهلا بك سيد زبدي وشكرا لكم جميعا على تلبية الدعوة. وقبل أن نفتح هذا النقاش ونتطرق إلى المواضيع الموجودة بجعبتنا، نتوقف فقط مع الدكتور العربي غويني الأستاذ في الاقتصاد. سي غويني، إصلاح الإدارة المحلية كطريق لتحقيق التنمية المحلية في الوطن العربي، كتاب ألفته قبل سنة أو أكثر، لماذا الاهتمام بالجماعات المحلية دكتور؟ تفضل. أشوف جاءت الفكرة في 2008، فكرة الكتاب هذا الكتاب، وجاء انطلاقا من إشكالية أن البلديات أصبحت عاجزة في الجزائر وتنتظر المجالس المنتخبات تنتظر فقط اعتمادات الدولة، وبالتالي مرحلة 2008 تذكرون بالأزمة الرهون العقارية. ففي ذلك الوقت فكرنا لابد من إيجاد مصادر جديدة للتمويل في ظل بعض الإمكانيات الموجودة على مستوى الجماعات المحلية. وجدنا في أرض الواقع أن العديد من الولايات تمتلك موارد لكن للأسف الشديد غير مستغلة، وبالتالي معناها لازم الحال الآن، ونحن الآن كذلك نعيش في أزمة تراجع إيرادات الدولة بحوالي أكثر من 60%، وبالتالي معناها يمكن أن تلجأ البلدية إذا توفرت جملة من الشروط
أن تلجأ إلى التمويل الذاتي ويمكن أن تخلق لنفسها مصادر جديدة للتمويل. إذن كان هذا كانطلاقة فقط للبرنامج لمعرفة أن السيد غويني معنا هو صاحب كتاب إصلاح الإدارة المحلية. إذن نعود ونستعرض سويا موضوع حول منتخبين لم يترشحوا لعهدة جديدة، أعده الزميل رابح بن عبسة من محطتنا الجهوية بقسنطينة. نتابع الموضوع ونفتح بعد ذلك مباشرة النقاش. في مكتبه ما زال يقوم بمهامه لحين انتهاء عهدته، ومهامه تفرض تصريف الأعمال الإدارية والتقنية والعلاقات مع المواطن. الأخضر بن عمار لن يترشح لعهدة جديدة، وكنائب لرئيس بلدية الخروب حقق الالتزام السياسي وسعى في خدمة التنمية والمواطن. لا كولر نيمبورت بو سي لو ترافاي باسكو لازمنا نوفروا للمواطن نحلوا له مشاكله. مشاكله هو ان يكون ان سيرفيس بيبليك، يعني خدمة عمومية مليحة تكون يحسن النمط المعيشي نتاع المواطن في نظافته في الهيجان وفي وين يسير اكسيتيرا. والثالثه هو ان نحاول نطور البلديه باش تكون تقدر تتكل على نفسها باش تؤدي الواجبات نتاعها العاديه، لان كاين واجبات لازمه تندار، وباش تندار ما نقدروش نقولوا غير اعطيونا سوارد، لازم نشوفوا منين مدخول سوارد. نموذج آخر عاد إلى منصبه كنائب لمدير الجامعة للتنمية والاستشراف والتوجيه، وقبل سنوات خاض تجربة عضو بالمجلس الشعبي الولائي بقسنطينة، وله من الرصيد السياسي ما يكفي. يجب على الأحزاب السياسية أن تقوم بتكوين مناضلها في المجال السياسي والمجال التسييري، لأن هذا المناضلين راح يلعبوا دور كبير في تنمية الوطن. ثانيا يا حبذا لكون يكونوا القوائم تاع المقدمين للاقتراع يكونوا متجانسين. والمعركة اليوم محتدمة بين القوائم المترشحة لمحليات 2017، ورأس الأولويات بناء الجزائر بسواعد الجميع. الأولوية يقول الزميل نور الدين بن عبسة بناء الجزائر بسواعد جزائريين. سي طيب محمد رئيس مجلس الشعب البلدي بياكوران، درت دوموندا جو كوا، وهذه المرة لم تترشحوا لعهدة جديدة، لماذا لم يترشح سي طيب لعهدة جديدة؟ تفضل. اسمحوا لي باكم نهضر بالرومية. جو ميرسي دو مافوار بوزي لا كيسيون، سي فري كو سي اون كيسيون كي ميريت دتر بوزي. Et je vous remercie de m'avoir posé cette question. C'est vrai que j'ai passé 97-2002 un mandat. J'étais membre de l'APC et membre de la commission sociale. Mm-hmm. Et quelques temps plus tard, donc, je suis parti. En 2012, on m'a proposé, donc j'ai postulé. On m'a demandé de déposer un dossier. J'ai déposé un dossier. Et donc, on m'a mis tête de liste. Donc, mm-hmm. Et j'étais élu. C'est vrai que la vision de membre de l'APC et la vision de président de l'APC, pour avoir vécu les deux positions, mm-hmm. je trouve que c'est différent. Mm-hmm. Et c'est vrai que quand on est membre de l'APC, membre seulement de l'APC, les choses sont beaucoup plus faciles. Ça parce qu'on n'a pas beaucoup de responsabilités. Mm-hmm. Et donc, ils sont beaucoup plus faciles. On est membre d'une commission, donc on règle juste les problèmes qui rentrent dans la commission. Mm-hmm. Mais par contre, quand vous êtes maire, donc premier responsable, les plus choses de prérogatives, plus de. Oui, mm-hmm. Les choses sont beaucoup plus différentes. Mm-hmm. Et non seulement elles sont différentes, mais elles sont difficiles. C'est vrai qu'il faut, un maire, à mon avis, il doit avoir une vision de développement dans son territoire. Mm-hmm. Déjà, premièrement, il doit identifier le territoire, mm-hmm. des territoires d'intervention. Mm-hmm. Une fois que le territoire a été identifié, il doit penser à la répartition, mm-hmm. donc au développement. Donc pour lui, à mon avis, il doit équilibrer le développement de son territoire. Mm-hmm. Donc avoir une vision de développement, il va avoir un développement harmonieux. طيب ما جاوبتنيش، لماذا لم تترشح لعهدة جديدة؟
هذا هو سؤالي. تفضل من بعد نديفلوبي لي زوتر بوين. داكور جو ريميرسي. سي فري ك ابر افوار فيكو دونك لو برومي موندا ان طونك مومبر لا بي سي و دوزيام موندا ان طونك جيستيونير. La réponse donc à votre question, pourquoi je ne me représente pas, j'ai vécu des moments difficiles, en toute sincérité, en tant que maire, et j'ai observé la tâche extrêmement difficile aussi. Et j'ai vu aussi mon âge, je suis quelqu'un d'un certain âge aussi, j'ai dépassé 60 d'années, et j'ai vu les gens qui sont intéressés pour être à la tête de la mairie, etc. Mm-hmm. Vu donc les difficultés que j'ai rencontrées, vu déjà les difficultés parce que je n'avais pas une majorité à l'Assemblée, d'accord, donc j'étais obligé de faire alliance. Et c'est pas facile de gérer cette alliance. Avec l'alliance. Non, absolument. C'est pas facile. Ça a été سيد سي طيب. سيد تير يتكلم سيد سي طيب ويقول لك اني شفت بعض المشاكل وبعض العراقيل حالت دون أن أترشح وتكلم على قال لك موناج. يعني احنا لما نشوفه في الدول المتقدمة يعني رؤساء المجالس البلدية ناخذوا مثال فرنسا كاين اللي عندهم 7 موندا كاين اللي عندهم 6 موندا كاين اللي في عمرهم 70 سنة وأكثر ويسيروا البلديات بطريقة محكمة يعني وحتى الأصوات تروح لهم مباشرة سيتير. هل نحن اليوم بحاجة في هذه المجالس البلدية إلى من يملكون خبرة وكفاءة في نفس الوقت؟ تفضل. حقيقة واش قلتي صحيح، يمتلكون خبرة وكفاءة وكذلك درجة التمثيل في المجتمع. صحيح. إذا أخذتي في فرنسا كمثال، عدد البلديات وعدد كبير جدا، مساحتها ضعيفة، ثم خصائص النظام الفرنسي في على المستوى هذا فيه اختلافات جذرية مع النظام الجزائري. احنا خذينا لما تأخذ نموذج خذوا بكافة جوانبه ومركباته وما خذيناش كلش. في فرنسا الفرق انه كاين درجه من اللامركزيه مستوى عالي، ثم في هناك دي باساج ما بين تكون مير وامير وتولي وزير والعكس صحيح. لما تشوفوا مثلا في ليل يعني حتى يولي رئيس جمهوريه. نعم. في فرنسا يعني من رئيس كلهم. بلديه الى رئيس جمهوريه كلهم. حتى المترشحين اللي كانوا فاتوا العوائق القانونيه اللي عندنا احنا ما مشبوش مثلا الوظيفه العمومي. احنا عندنا وظيفة عمومي موحد، في فرنسا عندهم لا فونكسيون بيبليك تيريتوريال، عندهم ثلاثه. عندهم لا فونكسيون بيبليك دو ليتا تيريتوريال محليه، وبالتالي خذت كافه الخصائص طبقا لمتطلبات ومقتضيات الإدارة المحلية. ثم عندهم لا تخوازيام فونكسيون بيبليك اوسبيتالية صحية. احنا رحنا جبنا كلش، وبالتالي العوائق اللي خرجتها والمظاهر السلبية اللي خرجت في التسيير خاصة فيما يخص البلديات والمستشفيات وما إلى ذلك هو ناتج على عدم فهمنا وعدم حتى في لما ننقل النموذج ننقله بطريقة خاطئة. وبالتالي لما نحملوا كل شيء على فرنسا، لا، النظام الفرنسي يشتغل ويشتغل بديمقراطياته باللامركزية بمصالح، حتى المصالح الممركزة في فرنسا عندها شغل آخر، حتى المدراء المركزيين يتخذوا إجراءات والوزير يكون عنده تدخل على المستويات العليا إلى آخره. إحنا النظام ماهوش متحكم، وبالتالي الإجراءات اللي راح تكون الإصلاح يمشي في هذا الطريق. أولا إعطاء الخصوصية اللازمة للوظيف المحلي العمومي المحلي عمال بلديات. وتشوفوا حتى أخذنا كمؤشر عدد الإضرابات اللي يندارو فيه من قطاع الأسلاك المشتركة وحتى التقنية للجماعات المحلية كارثية. كل مرة يعلنوا إضرابات تضرب المرفق العام، تضرب بتسير المصلحة العامة وما إلى ذلك. وهنا أين دور المنتخب المحلي سيتير؟ دور المنتخب المحلي في احتواء هذه الأزمات على المستوى المحلي، هل هو مشكل مستوى؟ مشكل تسيير. شوف، فيه جزء من مسؤولية يمكن تحميلها عن طريق الكفاءة للمنتخب، لكن مسؤولية الدولة ليطا هي اللي المطلوبة، وطريقة وزارة الداخلية اللي هي وزارة الوصاية تاعهم. لما نضبط النموذج العمل وقال هذو ما نخليهاش لأنه نخليهم تايهين. هذا حاليا في حملة انتخابية ما فيهاش، فيه أهداف، فيه وعود، فيه، لكن بعد يلقى روحه مأطر بقوانين الجمهورية، قوانين لازم يحترمها. انت درتي في حصة من الحصة السابقة قلتي قوانين التعمير وقوانين البناء. صح. وشتي المشاكل اللي جابوهم الأخصائيين في الميدان، وبالتالي المير يلقى روحه مكب اليدين، وخذي النفايات، خذي تسير الأملاك البلدية، الأراضي، وهذا هو المعروف على الوظائف المعهودة لرؤساء المجالس البلدية، وهو السيد زبدي جمع النفايات والإضاءة
والإنارة العمومية، نتكلم عن إعطاء صلاحيات أوسع لرؤساء المجالس، عن خلق ضرورة اهتمام هؤلاء بخلق الثروة ومناصب الشغل وتمويل الذاتي للبلديات، لكن بالمقابل عندنا قانون للبلدية والولاية يعرقل التقدم في هذا الاتجاه. السيد زبدي تفضل. طبيعة الحال يعني هو المفروض أنه تحمل المسؤولية هو تشريف وليس تكليف، وبطبيعة الحال يعني من المفروض أنه كل إنسان يترجع إلى هذا المنصب يعني على المستوى المحلي بلدي أو الولائي يكون مكلفا يعني ولا يكون مسارعا إليه. وبالتالي السؤال تاع العمر ماهوش العمر، من المفروض انه من يختار هو الذي حتى لو كان يشوفه هو اللي يحدد، هو اللي يحدد لو كان يقدر يجيبوا 20 سنه ويرى فيه الكفاءه وامكانيه التسيير ويقدر يجيبوا كبير في السن، وهنا تكون عنده مسؤوليه من يختار. وبعد ذلك ما نروحوش نقولوا رئيس البلديه ولا الدوله ما تسيرش ولا الدوله ما وفرتليش، هنا الناخب يتحمل مسؤوليه لانه العتبات يعني والارتدادات، وحتى لو كانت تكون اذا كانت نتائج ايجابيه ترجع المواطن، إذا كانت نتائج سلبية أيضا تعود المواطن. وبالتالي كان جزء من المسؤولية في اختيار الكفاءات واختيار البرامج بطبيعة الحال. لما نهضروا على المسؤولية هذه المجالس المحلية، احنا نشوفوا يعني ما يدركه المواطن البسيط هو أنه أي إشكال روح لرئيس البلدية، حتى لو كان عندك يعني تسرب تاع ماء في دارك روح لرئيس البلدية. وهذه للأسف الشديد عليه، لأنه ثقافة الدولة ولا ثقافة ولا مسؤول الاخر في دير براسو هكا. هو تعريف السيد زبدي، هو تعريف البلدية لا لا هي لا نواة المجتمع. هي رئيس البلدية هو رئيس جمهورية بلديته بطبيعة الحال. يعني نحن نشك نمثل البلدية وكأنها أسرة، عندنا 1541 أسرة، يعني رئيس البلدية هو رب الأسرة، هو اللي يسيرهم، هو اللي يفهمهم، هو اللي يرشدهم، هو اللي ينفق عليهم إذا تلزم الحال. ولكن لما نشوفوا أيضا في ثقافة رئيس البلدية والسلطات، أحيانا يعني يعطونا لأنفسهم صلاحيات أكثر من صلاحياتهم، هذه واحدة. وحتى أفراد تلك البلدية يعتقدون أنه في رئيس البلدية والسلطات المحلية يعني من حقهم يطلبوا مطالب أكثر من حقها. ولهذا الأمر أعتقد أنه تحديد المهام تاع شنو هو رئيس البلدية، ونقول لك أختي الكريمة أنه غالبية الناس ماهوش فاهم شنو هو دور السلطات المحلية. الكل يعتقد أنه رئيس البلدية يوزع السكن، يمد الشغل، ينظف البلدية، هو العناية الإلهية. صح سمحيلي، صح سمحيلي، استقرار حتى بلديتي. حتى هو والآن حتى هو مطالب بخلق الثروة. لا لا يعني حتى هو متواطع ومسؤول في هذا الفهم الخاطئ للمواطن. لما يعني من طريق عن طريق الحملة الانتخابية، عن طريق لما تسويق لما نسمع أنا كنت خاطئة يعني. لما كنا نسمعه يعني هذا هو هذه المصيبة. ومن بعد لما يرجع على راسه يقول لك أنا خاطيني. لما شفنا في بعض الحملات الانتخابية راح يدير سطات في الحي هذا ويدير سطات في الحي الآخر، تقول هذا عنده آلة طباعة ويطبع في الدراهم، راح يدير سبيطار لازم نكونوا واقعيين ونكونوا موضوعيين. علاه؟ لأن الإنسان يتشد بالهضرة تاعو، يتشد بالوعود تاعو، وبطبيعة الحال هنا عندهم مسؤولية. وبطبيعة الحال المواطن يتذكر هذه الوعود، ويتذكر يعني ما يقال ويسجل، والوثائق تبقى إلى غير ذلك من الأمور. وبالتالي أنا أعتقد أن وضع المفاهيم الصحيحة ووضع أيضا المسؤوليات تاع المواطن وتاع السلطات المحلية وكذلك في إطار برنامج واضح، برنامج واقعي، يعني نشوفوك وكأن وزير لما يهضر لك عن السكن تقول راح يحل أزمة على البلدية. وبالتالي أعتقد أنه لابد أن هنالك ضوابط، هذه الضوابط السلطات يعني العليا هي اللي يمكن أنها تحددها حتى ما تكونش هنالك انزلاقات وانحرافات. نعم، يجب أن تكون هناك ضوابط. سيد غويني، نتكلم عن اختيار من يمثل الشعب على مستوى المحلي، لكن في بلادنا ما زال السيد غويني تحكمها منطق العروشية، تحكمها منطق العراش، تحكمها منطق الجهوية ضيقة جدا، تحكمها منطق العائلة، منطق الحي، بعيدا عن الكفاءة ومصلحة البلدية بصفة عامة. السيد غويني، هل لقانون البلدية والولاية دور في ذلك؟ عدم مراجعة هذا القانون لحد الآن، وعلى حسب الحكومة هذا القانون لن يراجع في وقت لاحق. والله شوف يعني غير مدرج. تفضل.
أنا أدعم حديثي للأستاذ زبدة. نعم. هناك ممارسات ورثناها بعد الاستقلال. فالعديد من الولايات تبني الانتخابات على منطقة العروشية وعلى المنطقة. لكن من المفروض أن يكون اختيار المنتخبون الذين يتقدمون إلى المجالس البلدية وإلى المجالس الولائية على أساس برامج. نعم صحيح. من المفروض هذا البرنامج يكون كما قال الأستاذ زبدة يكون واقعي ومنطقي وإمكاني وفيه قابلية التطبيق. على أساس واش؟ على أساس لما ندير أنا برنامج أو مخطط لابد نديره على أساس إمكانيات البلدية أو إمكانيات الولاية، ثم أنا مطالب في نهاية العهدة أو في السنوات الخمس بتنفيذ هذا البرنامج أمام الشعب. يعني نتعهدنا أمام الله. لكن إشكالية إحنا الآن وراه كاين مجموعة من الإشكاليات وقعت فيها البلدية ووقعت فيها كذلك الولاية. الآن لما شوفي الأخت الكريمة لما نقولوا إحنا تمويل البلديات يقول لك 90% من إرادة البلدية متأتية من الجباية العادية اللي هي الضرائب. هذا غير صحيح. رغم يقول تصريحات رسمية أنني يعني نتكلم لك على تصريحات رسمية معناها أن إرادات البلدية مرتبطة بمستوى النشاط الاقتصادي، كلما كان مستوى النشاط الاقتصادي مرتفع كلما كانت المداخيل مرتفعة. طيب والبلدية التي لا تمتلك النشاط الاقتصادي كيف الحال؟ وهذا هذا 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 راح نتكلم عليها الان نجيك عندنا محور من المفروض باش نجاوبك على سؤالك. نعم. ان المنتخب واللي يحبوا يترشحوا ويتقدموا للترشيح لابد ان يمتلكون رؤيه، وقال لك رؤيه واضحه وبرنامج واضح. ثم ما يعاب على 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 السلطات المركزيه ما يعاب، لان هناك مسؤوليه مشتركه بين المواطن وبين المنتخب على المنتخب المحلي. بطبيعه الحال لابد اعاده النظر في بعض القوانين المنظمه لتسيير البلديه اصبحت عائق. الان الاستقلاليه ما كانش، رئيس البلدي يجد نفسه محاصر في نفس الوقت. ما زلنا ايماجيني من 1900 استقلنا في 1962 ما زلنا نتحدث على موازنه طبيعتها صرف اعتمادات. ربما سيد غويني انه لو باترناليزم هذا اللي تمارسه الدوله على هذه المجالس أنه مستوى المنتخب اليوم ضعيف السيد سي الطيب، وهذا ما يجعل يعني رؤساء الدوائر أو ولاة المنتدبون أو الوالي يتدخل في هذا التسيير، لأنه في كثير من الأحيان رؤساء المجالس يتخذون قرارات يعني مرة شعبوية ومرة تستدعي أنها تكون جزائية يعني تروح حتى للعدالة. والوعود المغلوطة اللي قدمها اليوم المنتخب يعني المترشح يعني لما يكون مترشح للانتخابات يعني المواطن اليوم يعي جيدا أنه هذه الوعود لا يمكن تجسيدها ميدانيا، وهذا ربما ما يؤدي إلى العزوف عن التصويت يوم الاقتراع. تفضل. أتكلم بارك الله فيك. C'est une très bonne question. C'est vrai que la question de connaissance de niveau s'impose. Absolument. Une vision, et s'impose. C'est vrai que le maire doit être non seulement être conscient qu'en quoi il est le représentant d'une entité administrative de l'État. Il doit faire très attention, il va assurer le fonctionnement de l'État à l'échelle locale. Et dans cette idée, il doit avoir dans l'idée de développement, avoir une vision, comme je disais déjà tout à l'heure, de son territoire. Et donc, répartir son territoire, identifier quels sont les différents problèmes que rencontrent différents villages. Et puis, une fois identifié, il va faire des fiches techniques, des programmes de développement pour atténuer les souffrances des populations. Ça, c'est théorique. Ça, c'est une vision. Donc, il va faire des propositions à la Wilaya. Mais le problème le plus important, c'est dans le critère de la répartition du budget. Le critère, je ne sais pas comment on appelle ça. Taouzi al-Mizani. Le critère de la répartition du budget. Dans le critère de la répartition du budget, il y a beaucoup de choses qu'on ne prend pas en considération. Or, il est temps de prendre en considération non seulement l'éloignement,
la morphologie géographique de la commune, ses reliefs, etc. وهذا المشكل يتحل على المستوى المحلي السيد السيطي. يعني بين المير ورئيس دائرة والوالي. يعني هما من هما أدرى بمشاكل كل بلدية. Juste, permettez-moi juste de vous illustrer. Je vais donner un exemple illustratif. Par rapport à ce critère de la morphologie géographique, c'est-à-dire les reliefs, prenons en considération les reliefs d'une commune. Par exemple, ma commune, c'est une commune à vocation, c'est vrai, touristique, mais elle est forestière. Donc 60% de la superficie c'est des forêts. C'est des forêts. Donc il reste 40%. En plus, il y a des reliefs, il est accidenté un petit peu parfois. Je prends le même exemple d'une commune qui se trouve sur la plaine. Une plaine, oui. La commune voisine de Fréha, par exemple. Ou bien on prend une autre extrême commune de Boudrin, du côté de Benyani. Les reliefs, ils sont immenses. C'est des montagnes, c'est, l'accessibilité est impossible. On vous donne exactement la même chose, la même somme. On vous donne 2 milliards de centimes. Moi, je peux faire un petit quelque chose, un petit pas. La commune de Fréha peut faire beaucoup de choses parce que déjà, il n'y a pas de terrassement. Donc, c'est la plaine. Est-ce que vous ne pouvez pas créer une thorwa ? يعني بفد دي انفستيسمون لوكو بعيدا عن الميزانيه اللي تعطيها لكم البلديه الولايه نو نو سا سي كيسيون دانفستيسمون سي اوتر شوز كيسيون دانفستيسمون ديبون دو فونسيير لو فونسيير لو مير نو بو اتريبيي ان متر دو فونسيير سون لا كونسلتاسيون سون لافال دو والي سنعود الى هذه النقطه نبقاو في هذه النقطه بالذات قبل ما نكملوا الحوار نستعرض سويا موضوع حول التمويل الذاتي لبلديه بولايه باتنا للزميل يونس لكحل ديب ونواصل بعد ذلك النقاش الاعتماد على التمويل الذاتي المحلي توجه تبنته عديد البلديات عبر الوطن لاتمام المشاريع التنمويه محليا وبلدية باتنا من البلديات التي تحكمت بامتياز في الميزانية كان عندنا نقص في قاعة العلاج وفي العهدة هذه رغم التقشف رغم الأمور تاك على بالك السياسة كيف راهي تمشي الحمد لله دوكا في كل حي عندنا قاعة علاج تهيئة 6 ملاعب الأحياء تبع الأحياء وهذا يعتبر تطور أيضا لاحظنا أن بلدية باتنا هذه العهدة ساهمت وساعدت كل فرق الرياضيه هنا في ولايه باتنا ساعدت الرياضيين انا ساكن في حي شعبي صافي داير 25 سنه ما عندناش الطابي جا هذا المجلس ندار الطابي ندار التروطوار مساحات خضراء مازالوا مشاريع ناقصين مي كاينه خدمه نتمناو من المجلس الجاي يقتدي بهذا المجلس خلق الثروه من خلال استثمارات تتماشى وطبيعه المنطقه اقتصاديا والحرص على تفعيل عملية التحصيل الإجباري للضريبة من بين الطرق التي انتهجها المجلس البلدي السابق لتحصيل الثروة سيرنا المجلس لمدة 5 سنوات ما كان عندنا حتى إشكالية الشيء اللي نجحنا فيه في المجلس الشعبي البلدي لبلدية باتنا هو أنه حافظنا على المداخل اللي كانت في 5 سنوات وضفنا لها كذلك 8 ممتلكات البلدية إلى جانب إنشاء عدة مداولات اللي بها دخلنا مداخل أخرى مداخل زائدة بالرغم أنه كان فيه نقص من موارد الدولة لأنه ما استفدناش لمدة 2 سنين من أي سنتيم ومع هذا استطاعت البلدية أنها تسير بأموالها الأصلية لمدة 5 سنوات سهرت بلدية باتنا على تطبيق التعليم 1047 لوزارة الداخلية والمتعلقة بضرورة تثمين ممتلكات البلدية وهذا أولا من حيث إعادة جرد كل الممتلكات البلدية ثانيا سهرت بلدية باتنا على مراجعة الأسعار على أن تكون مطابقة لأسعار السوق رهانات عديدة تنتظر المجلس البلدي المقبل وعلى رأسها تحصيل الثروة لإتمام المشاريع المقبلة حفاظا على راحة المواطن واستقراره بالدرجة الأولى
إذا السيد تير كان يتكلم السيد طيب على كنا نتكلموا على التمويل الذاتي والمشاكل الميزانية اللي تحصل عليها كل بلدية، وقال لك أنه لا تراعى أي جوانب في منح هذه الميزانيات على المستوى المحلي. عندنا ليكزومبل دو لا كوميون دو باتنا، يعني تناول له لعديد المرات رئيس بلدية عمل السيد ماروك، يعني عمل بكل ما في وسعه وقدم يعني مشاريع بتمويل ذاتي، يعني بطرق غير تلك المتحصل عليها عامة فيما يتعلق بالميزانية أو صندوق التضامن. كيف نفسر هذه الظاهرة؟ لماذا كاين رؤساء بلديات يقدروا يجسدوا هذه المشاريع وما يقولكش عندنا المشكل تاع قانون البلدية والولاية، وفي المقابل كاين رؤساء بلديات يتحججون دائما بقانون البلدية والولاية؟ تفضل. هذه ترجع إلى مستوى الدافعية لدى الأشخاص لما وتحفيزات اللي عندهم باش يشغلوا ذلك البوست ذلك المنصب. درك حنا المشكلة تاع الجزائريين هذه، عندنا سياسات دائما كل شيء سياسة الهروب إلى الأمام. قال خلي سياسة بعد هي المشكلة ونديكاليه وروح. فاش ديكالي المشاكل؟ ديكاليها في هذا المستوى. مثلا إذا لقوا السلطة التقديرية الممنوحة من قبل القوانين تتيح لرئيس المجلس الشعبي البلدي وكذا خلق دي زوبيل يخلق دي زوبيل ولا دي زوبيل، فيها نوع من الإحساس من الخطر لدى الأشخاص الآخرين. يقول لك جي بال بيرسونال روكي باش يدير لي زيتود إلى آخره. يحصل كاين الآخر اللي هو مغامر نوعا ما وماهوش يمشي للخطر، وهذا شيء جيد من الناحية الاقتصادية. أنه لأنه الخطر في القانون الإداري ما الإداريين ماهوش مسبوح أصلا، لأن الخطر في اقتصاد ماهوش في القانون. لما الناس تمشي لهذا المستوى، اذا شوفي كاين تحيط سور ان كونتينيوم، فيه الناس المغامرين وناس الخايفين من الخطر. الناس اللي نسحقهم حنا الناس اللي راهم في الوسط الحساسين للخطر، يعرف كيفاش يماناجي لو ريسك. قال نقدر نخلق مؤسسه محليه باش دير لي شغل مثلا جمع النفايات وتحويلها وما الى ذلك. لكن هنا فيها نوع من تسيير المشاريع، فيها نوع من الكفاءه، كفاءه خارقه في العاده. في المصالح المركزيه الوزارات ضعيفة، كيفاش حبيتي في الجماعات المحلية؟ لكن في لقاء الولات، في عديد لقاءات الولات بالحكومة كان هناك تعليمات صارمة لفتح المجال للاستثمارات أمام المنتخب المحلي. سيد تير، هذا يذكرني فقط سوسيولوج فرنسي، أون جير با لا سوسييتي باغ ديكري. دوك لي نوت والتعليمات والآخر هذه ما عندهاش معنى في الأصل، لأن القوانين حنا لازمنا إصلاح حقيقي. إصلاح يجب العودة إلى قانون البلدية والولاية، إصلاح للدولة، إصلاح الجباية المحلية. كي قلت لك الوظيفة العمومي الفرنسي، في الوظيفة العمومي المحلي وكذلك الجباية المحلية قوية. حنا إذا رجعت قضية الجباية المحلية، نعطي لك هي تعتمد على أربع ضرائب. واش هي؟ عندك لا طاب 58%، عندك التي في 35، عندك لا تي في لي بي اس لا الشركات اللي تروح للاف سي سي ومن بعد تروح للجامعات المحليه. 58 هي لا طاب قريب 60%، 35 تي في، وعندك 2.7 عندك 2% لي فو و 2.7 لا فينيات اوتوموبيل لو فون لا فينيات. هذا هما لكن مجموع الضرائب اللي يمكن تحصلها البلديه هو 21 ضريبه، يعني فيما يتعلق بلا تاكس فونسيير لا تاكس دابيتاسيون، وهناك ضرائب كثيره جيد. يمكن ان تحصلها البلديه. صح جيد. هذيك الضرائب اللي دارت بقوانين تاع حمايه المحيط والتنميه المستدامه الى اخره في 2001 2003 و2004 هما واش ظهروا؟ ست ضرائب راهي الوزاره الماليه تجري باش توحدهم، لانه الروندمون تاعهم ضعيف جدا. الى قول لك ما بيحقش حتى التكلفه تاع الجمع تاعهم حاليا. واش تمشي لازم باش تسوفي الوضعيه كما نقولوا تنقذها؟ عندك لا تاكس سور لابيتاسيون، لا تاكس فونسيير، ولا تاكس داسينيسمو على الاقل وحدهم يخرجوا، لانه سيستم فيسكال لازم له ان ريفورم، وسيستم دو فيسكاليتي لوكال لازم باش يكون بسيط ويلارجي لاسيت. نقلصوا في عدد الضرائب، ما نديروش 21 كي تقولي عليهم، نقصوهم نديروا وحده زوج، نسابليفيو لا بروسيدور دو كوليكت تاعهم تاع التحصيل، لان التحصيل ثاني، لان المشكل هو في التحصيل. المشكل هو في التحصيل يعني. والله قلت لك سياسه الهروب للامام نزيد نفسرها لك، حتى وحسنت النظام الضريبي طريقه التحصيل، هل تحصلها بطريقه رقميه؟ دير لو سيت انترنت والناس يخلصوا عن طريق المباشر ولا عن طريق لو سيت اونلاين والمشاكل هذيك والاي بايمنت، ولا تكمل في البروسيدور اللي عندك دركا بالوثائق؟ كاين ناس حابه تخلص، هاي نقول لك، وما تلقاش وين تخلص، وكي
كيفاش تخلص او كون بي، ما يعرفوش حتى الاجل، ما يعرفوش. هذا هو مشكل النظام الضريبي الجزائري بما فيه المحلي. نعم. اذا لا توندونس دركا لازم نوحدوا الضرائب المحليه ونقضيو على تلك الضرائب الايكولوجيك اللي سميها لي تاكس ايكولوجيك هذوك في 6 ولا في 7 اللي خلقوا القوانين، نرجعهم وحده. ثم هذه هو الناس فات تايها، عندهم دي ديسبوزيتيف انورم. المشاكل ماهيش في قانون البلديه، راهي في القوانين الاخرى. يلفو كروزي لي زوت خلوه باش تلقاي لي ديفيكولتي. ثم عنصر اخر لانه المهم جدا من ناحيه سياسيه، حنا ما عندناش نفس الاعتقاد في نزاهه الانتخابات، في الديمقراطيه. الناس يجري الديمقراطيه التشاركيه والمحليه. نعم. نقول لك هروب الى الامام لانه راهي الادوات المتاحه لزوتي المتاحه يعني للمواطن. في هذه النقطه، شوفي نعطيك في هذه النقطه كثير أعود إليك سيتر. في هذه النقطة السيد زبدي كثير يقول لك الديمقراطية التشاركية اليوم نقدر نشرك المواطن في المداولات، في حضور جلسات المجالس المنتخبة، لكن هذا غير موجود على أرض الواقع. يعني رئيس بلدية يستقبل مواطن يلويفو أتوندر دو موا ولا تخوا موا بور لو ريسيفوار، فما بالك أنه يشاركوا في التسيير المحلي. تفضل السيد زبدي. هذا موضوع الديمقراطية التشاركية وهو الآن راه مدستر، ولكن الديمقراطية التشاركية حتى الإنسان المواطن لما يشوف يقول لك مع شكون راح ندير أنا شارك. إذا كان المسؤول المحلي فاشل، اذا كان المسؤول المحلي ما يعرفش ماهوش قادر يسير، يعني لا يشرفني ان يعني في حتى لا نعمم، ولكن يعني ما يثير انتباهي. احنا قدمنا يعني ما يثير انتباهي، ما يثير انتباهي. المشكل ما راهيش في 21 ضريبه ولا 50، كاين اللي يدير له 100 ضريبه غير ماهوش قادر اطلاقا انه يدفع من العجله الاقتصاديه. الان راكم وريتو 100، وريت واحد شخص انا ما نعرفوش. نعم يعني سيد ماروك رئيس مجلس الشعب البلدي لباتنا، من المفروض هذا اللي عنده محاصيل ودخل هو غير مترشح لعهده، من المفروض هذا هو اللي يترشح، من المفروض. اذا يعني مصداقيه الفتير انه دار يعني استثمارات، هذا تابعناه لعديد المرات سيد زبدي، وفي كل مره في المنطقه تاعو، المفروض هذا هو اللي يروح. نحن لما نشوفوا رؤساء البلديات يشتكيوا، ونحن نعرفوا ايضا باللي كاين هنالك صراع خفي، نقولها بصريح العباره، بين رئيس البلديه ورئيس الدائره والولي. هاو يقول لك رئيس البلديه ما عطونيش دراهم، اي مواطن يروح يقول لك ما عطونيش دراهم. بصح يا صاحبي كونك سبع وروح جيب دراهم. لما انسان كيكون ضعيف شخصيه، صحيح. رئيس بلديه ضعيف شخصيه ولا ناقص كفاءة. غير كفء، غير كفء. تعطي له مثلا وشنو هما اللي زارتيك اللي يصير بهم ماهوش عارفهم. وايضا ما عندوش وجهه نظر ولا برنامج محدد. يقدر يروح قالها وليك وش المشاريع التنمويه تاعي الى غير ذلك. علاه نشوفوا بعض رؤساء البلديات ناجحين في التسيير تاعهم، في الميزانيه تاعهم ماهمش، ربما عندهم كاع فائض، ولكن صحيح. للاسف الشديد هذه هي. نحن نحصد يعني ما تزرع ايدينا. لما تقول نهضر ديمقراطيه تشاركيه، المفروض انها تكون ديمقراطيه تشاركيه. من حق المواطن نعم. يعني الا يسمح مدستر يعني من حقه الا يسمح يعني ان يكون عنده نظره على التسيير تاع البلديه هذه. راهو انا انت جاري خويا الى غير ذلك من الامور. الان لما النصوص التشريعيه تسمح لي اني نروح ونراقب ونعطي، لماذا لا يعني ادلي برايي؟ كاين عده مواضيع نهضر لك مثلا. نعم. يعني بحاجه بسيطه فقط، شحال مره هنايا نهضروا على السلطات المحليه وهي اللي ما ديرش. نهضروا في مثلا الاسواق الجواريه. نعم. شحال من حصه ونقولوا السلطات المحليه ويكوى المواطن البسيط بالحديد والنار من ارتفاع الاسعار، وعلى ما يروحش قال يا اخي دير لي سوق جواري. لكن هنا السيد سي طيب طرح مشكل مهم، انه رئيس المجلس الشعبي البلدي لا يستطيع منح العقار للمشاريع. يعني الدوله تتكلم على انه من حقه خلق المشاريع، لازم يشارك في خلق مشاريع استثمارية في بلديته، لازم يخلق مداخل إضافية، لكن في المقابل إذا كان أبسط نقطة أنه هذا رئيس البلدية نمنعه من توزيع العقار سواء الفلاحي أو الصناعي، ماذا ننتظر منها السيد الكريمة؟ إذا كان هنالك نقص في التنظيم، إذا كان هنالك نقص في القوانين، هم أدرى بهذا الواقع ويقدروا يعني ماهوش قرآن هذا القانون تاع البلدية والولاية، ماهوش قرآن يقدر يتغير بين عشية وضحاها. لكن إذا هذه تعليمة وردت منذ سنتين سيد زبدي، أنه نسمحوا لهذا رؤساء المجالس بخلق الثروة ونسمحوا لهم بتوزيع العقار، لكن على أرض الواقع ما كان ولا شيء. سيد سي طيب، اليوم رئيس المجلس الشعبي الوطني لا يمكن انه يمد قطعه ارض. امبوسيبل. ساعطيك الكلمه سيد روين. نعم. الولي
le premier responsable du foncier de la wilaya et de la commune. Sinon, c'est une infraction. Le maire n'a pas le droit d'attribuer une assiette foncière sans la consultation. Même pour les EPL, les EPE. Ah oui. Même pas. La consultation du wali est indispensable. Consulter. Lakin Tawzi, yقدر يمد رئيس البلدية. Non. رأي الوالي ملزم. رأي. لا لا. لافي. لافي. ماشي غير لافي. كاين عدة حالات وين لازم يمد الوالي. C'est le président de la commission. La télévision. خلونا نشوفوا الأسباب. علاش؟ يعني كمواطنين كمتتبعين نشوفوا الأسباب. علاه؟ وعلى رئيس علاه تم منح؟ يا هل ترى ما كانش هنالك تعسف شوية ما ولا مبالغة ولا تعوز برك ولا نشوف الأسباب. Je suis d'accord avec votre raisonnement. Mais c'est un problème de la décentralisation. Il faut décentraliser l'administration. C'est un problème de décentralisation. C'est tout à l'heure, monsieur le professeur l'a cité l'exemple de la France. La France a mis en place depuis 1982 une loi sur la décentralisation de Gaston Def. Donc, ça fait pas loin d'une quarantaine d'années. Nous, il est temps maintenant. La réalité nous oblige, nous impose à faire une loi sur la décentralisation. لكن لا لوا سور لا ديسنتراليزاسيون سيد سي طيب يجب ان تقابلها كفاءات على المستوى المحلي Absolument. يعني نمدوا لا ديسنتراليزاسيون الناس كما قال السيد زبدي ومن بعد تبدا توزع كما صار في التسعينيات بطريقه عشوائيه يعني ورده استعيش نربطوا هذه بهذه فقط بارك الله يعيش نربطوا هذه بها شوفي شوفي واش صار برك في توزيع قفاف رمضان توزيع قفاف رمضان يعني دوك راحين لان نقولها بصريح العباره حتى لا نعمم الظاهره ولكن اعتقد انه لابد انه تكون هنالك ضوابط والضابط الاساسي هو في اطار ديمقراطيه تشاركيه تاع المواطن يروح يعس يشوف رئيس بلديه واش راهو يوزع نعم قلنا السيد غويني جو روفيان جوست باختصار باش نمد الكلمه السيد مسيو البروفيسور اللي دي توت الار اون شوز تري امبورطونت ديجو سي با سولمون لا لوا qui régit la commune, qui est importante, mais c'est tout un ensemble de lois qu'il faut revoir. Juste un mot sur la démocratie participative. Madame, je suis membre de la Commission nationale de réflexion sur la démocratie participative. Donc, je connais ce que... Vous avez un citoyen aujourd'hui ? Vous avez un citoyen ? Oui. ربما في منطقه تيزي وزو الامر مختلف عن باقي الولايات. Je reçois les gens toutes les semaines, une fois par semaine, pour entendre leurs préoccupations, etc. Là, je ne suis pas là, c'est très bien. Je ne suis pas là. 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 La démocratie participative leur donne le droit de faire des propositions. Mais la démocratie participative aussi leur interdit de décider. Sinon, ما نقولوش يديسيديو السيد سي طيب ما نطلبوش منهم يديسيديو يعني احنا رانا نقولوا انه يعني مواطن من الصعب جدا السيد غويني انه يستقبلوا رئيس مجلس الشعب البلدي فما بالك انه يحضر معاه المداولات ويحضر معاه في قرارات يعني مش في كل البلديات السيد طيب تفضل اول بطبيعه الحال ماهوش في كل البلديات تطبق الديمقراطيه التشاركيه ولهذا لما تقوم بعمليه المسعى على مجموع 1541 بلديه كما قال الاستاذ زبدي كاين بلديات نجحت وكاين بلديات ما نجحتش لكن المشكل وين راه شوفي لما نقوم بعمليه اطلاع القوانين المنظمه للبلديه وللولايه تصيبي تجدين ان هناك مسؤوليه المنتخبون هناك مسؤولية المواطن وهناك مسؤولية الإدارة المركزية صحيح من بين مثلا مشكلة الإدارة المركزية مسألة مثلا توزيع العقار التي ترجع إلى سلطة الوالي لكن في المقابل القانون يسمح بإنشاء القانون يسمح على مستوى قانون البلدية أو على مستوى قانون الولاية يسمح بإنشاء مؤسسة ذات طابع اقتصادي نعم صغيرة ومحلية متوسطة معناها القانون هو يقول لك تقدر اثنين نعطيك قانون ثاني اليوم ندرس في قانون الولاية الصيب مادة الله أعلم 81 من قانون الولاية يقول لك للمجلس الشعبي الولائي إعداد بنك المعلومات تستخدم في الاستثمارات روحوا شوفوا المجالس الولائية هل تملكوا هل لما نقول لك أنا بنك معلومات معناها يستعمل لترويج فرص الاستثمار على مستوى الولايات
تقريبا معناه ممكن ساك ولا 10% اللي عندهم فريمون صح بنك المعلومات باش تشجع يعني الاستثمار. مش على اطلاع حتى على قانون الولايه الموجود عندهم على مستواهم. مستحيل. يقول لك نعطيك مثال اخر ذكره الاستاذ، كاينه ماده في قانون البلدي وقانون الولايه يمكن للمجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي ان يستعين بالخبراء في اطار التنميه، في اطار استخدامه في التنميه. ولا رئيس ولا مجلس شعبي الولدي البلدي يستعين بخبير او باستاذ او مكتب دراسات يوجه. الان المشكل وراه، احنا بلادنا غنيه فيها من الموارد. صحيح. هناك العديد من البلديات والولايات ذات طابع فلاحي، ذات طابع سياحي، ذات طابع، لكن الاشكاليه المجالس لا تاخذ المبادره، ما تاخذش تنتظر. واش تنتظر؟ تنتظر الموازنه، تجي الموازنة، الاعتماد، يتم توزيع الاعتمادات، عاود لي تروطوار. هذا هو يعني، هذا هو الموجود على المستوى المحلي. لكن بإمكان أن المجالس المنتخبة أن تقدم وتبادر إلى خلق مصادر جديدة للتمويل في ظل وجود الموارد. سيد غويني، كنت معايا في 2015 في هذا البلاتو، كان معنا ولات وتكلمنا على منح استقلالية التسيير للبلديات، ومن حق، وكان الوزير الأول أنذاك كان قال أنه من حق رؤساء البلديات خلق الثروة وتوزيع العقار على المستوى المحلي لإنشاء مؤسسات صغيرة محلية. لحد اليوم ما شفناش هذا القرار اتخذ، يعني القرار اتخذ لكن تسيد على ارض الواقع لحد الان ما كان حتى نتيجه. يعني العديد هذا، في اذكر بلوالي البليد اللي انا اصبح وزير الفلاحه في نعم. في البلاطو نعم. اتذكر جيدا نعم. هناك بعض القوانين تساعد على خلق او اللجوء الى التمويل الذاتي، تستطيع البلديه ان تعول على نفسها في التمويل، لكن هذه القوانين غير مستقله، اما للجهل او اما لاتكال المجالس المنتخبه على الاعتمادات الدوله وتصرفها. وهذا دي فوا يعني في بعض الاحيان انه حتى الولات ما تخليش روح المبادره لدى ما تخلي ما عندوش مقيد. النقطه الاخرى باش نرد على الاستاذ الكريم، المشكله مش في السيستم حد في حد ذاته، صح احنا المنظومه الجبائيه لابد لاعاده النظر فيها، لكن المشكل مش في عدد الضرائب ولا مساله التحصيل. المشكل الان والبلديات الفقيره كيف مين تجيب اللي ما عندهاش مستوى نشاط، لان القاعده الاقتصاديه واش تقول؟ كلما كان مستوى النشاط كلما ادى الى اراده جبائيه اضافيه بطبيعه الحال. الان المشكل ان نعطي الفرصه للمجالس المنتخبه باش يبادروا، ولكن المبادره هذه نرجع للكلام اللي قاله الاستاذ زبده، المستوى يلزم المواطن الكريم ونهار الخميس يخير الناس اللي عندهم مستوى اللي صحيح. يقدروا يقدموا البديل لبلديتهم او على مستوى الجماعات او على مستوى المجالس المنتخبه. لو كان تشوف مثلا برك فقط المجالس الولائيه واحد القوانين تخدم الولايه اذ تم استغلالها، لكن للاسف الشديد تصيب المجالس صراعات. وهنا من المفروض يكون حتى شوف من المفروض يكون ما يسمى بالاتفاق، نختلف معك سياسيا، انا مثلا من حزب والاخ من حزب، لكن المصلحه معك. لكن المصلحة بارك العامة الله فيك، والبناء والاتفاق الاقتصادي نعم. ياسين نختلفوا في السياسه لكن نتفقوا في الاقتصاد لمن المصلحه النهائيه وشن مش هي خدمه المواطن. اذا نستطيع ان نختلف في السياسه ولكن نستطيع ان نتفق في الاقتصاد ما دام ذلك يخدم مصلحه المواطن. خليني فقط نكمل واش قال، لانه لازم نوقعوا فقط كاين مشكله اخرى، انه وزاره الداخليه خدمت نوع التصنيف تاع البلديات من ناحيه الفقر تاعها، عندك 958 يقول ما يعادل 70% بلديات فقيره جدا فقيرة. ثم كاين 9% غنيه 31 مويان و7% غنيه. حنا واش قلنا في حصه سابقه؟ قلنا لازم نديروا ان سيغمونطاسيون كلاسيفيكاسيون تاع هذه المؤسسات تاع البلديات، اون كارتوغرافي اون كيك سورت. قال لي دوتاسيون بوبليك تاع ميزانيه الدوله يروحوا للبلديات الفقيره، ثم الافسيسيه اللي لازم يخدم، ثم الغنيه. قلنا نفتحوا لهم سوق القرض البنكي وفي حدود باش ما نروحوش لهذيك الادوات المسمومه، ثم السوق المالي فتح له باش هو فالوريزي سون باتريمون. المشكله تاعنا انه في الاداره
ما نخدموش بالادوات او ما قدرش نطلب. لا المشكله تاعنا اننا نسير الاقتصاد بالاداره هذا هو نقطه. لما شوفي لما تحط والي منتدب او والي لا على تعيين ما نتكلموش باش ما يزرفوش منا الولات ولا نعم نحن نناقش موضوع شاف دائره تكوين تاعو اداري ما عندوش علاقه بالتسيير الاقتصاد ما يقدرش يخلق لك ثروه ونطلب منه خلق الثروه ومناصب الشغل. اسمح لي باش المشاهدين يكونوا هما رانا دائما في عندنا دي كونترانت كاين الدروا ادمينستراتيف في فوز امبوز دي شوز لوتر لا لوا دومانيال فوز امبوز دي شوز. واش قلنا في حصه سابقه الادوات الحقيقيه السلطه تهرب منها لا لورف لا لوا اورغانيك سو دي فينونس بيبليك وين راهي لا لورف دوبي 2015 لحقت المجلس الوزراء وحبست لا لورف هي اللي جابت لي نوفو برينسيب دي فينونس بيبليك اللي كيقولوا هذا البرينسيب تاع لافيكتاسيون دي غوسات لازم نعاودوا ننظروا فيه وعده مشاكل لا باش ما الناس تروحش الطرطوارات وباش ما تصرفش الميزانيه في اخر السنه باش المراقب المالي هذا المشكل مشكل عدم صرف الميزانيه يعني مشكل عدم صرف الميزانيه سيدي يعني مشكل يخرجوا بديغوليكا علاه يخرجوا بديغوليكا باسكو داير له الكل من المفروض انه هؤلاء يتحاسبوا السيد تير يعني نقول لك يتحاسب ما في حدود باسكو سي لوجيك سيد ماشي مشكل اننا نعاود نرجعوا اموال في نهايه السنه من بلديه نعاود نرجعوها للتريزور بيبليك سي با لوجيك تو سامبلمون جابريسي مسيو البروفيسور توت الور اي ديزي اي بارلي دو لاليجمون دي بروسيدور وي اي فوا ليجي دي بروسيدور ادمينستراتيف باسكو اون باس ان تي بروجي دو ريندتو فو باسي بار لو par une commission la commission le contrôle financier le trésorier etc. Parfois, on trouve même entre le trésorier et le comptable financier, on dirait c'est déjà dans un autre monde. Et قبل le trésorier, قبل le contrôleur financier, le مشكل قبل le secrétaire général, le مشكل راه مطروح على مستوى les élus d'abord. يعني مشكل انسداد اذا احزاب تختلف في الراي تعرقل تسيير بلديه. يعني كاين وين طرقنا السيد تيرو كنت معايا بلديه باقبو برباشه خمس سنوات بدون رئيس مجلس شعبي بلدي بلديه اقبو يسيرها رئيس الدائره يعني ويعني احنا نجريو انتخابات وبعد ذلك نجد نفسنا انه هذه المجالس المنتخبه تسير عن طريق الاداره ما جدول الانتخابات اذا السيد سي طيب يعني الانسداد يعرقل كثيرا التنميه. Moi j'ai vécu ça. Moi j'ai vécu ça avec l'alliance, etc. C'est vrai que le monsieur tout à l'heure il parlait de niveau. Il faut un minimum de compréhension pour ne pas dire niveau parce que sinon ça peut. Yani, et il faut un minimum de compréhension. Quand il s'agit de la chose publique, on a beau ne pas s'entendre sur tout, mais la chose publique c'est la chose publique. On doit, nous sommes condamnés à nous entendre pour réussir et pour atténuer les souffrances des populations qui nous attendent. Or, cette prise de conscience, parfois, n'existe pas dans la tête des élus. Dommage. وهذا ربما نرجعوا لواش كان يقال يقول السي زبدي انه ربما سلطات ما تخليش رؤساء البلديات يتصرفوا بكل حريه لانهم يتعسفوا في كثير من الاحيان خاصه فيما يتعلق بتوزيع العقار وهذا ما شاهدناه والحوار مفتوح للجميع في سنوات التسعينات يعني ليداك ابخي لي بي ا بي سي يعني تعسفوا في منح العقار وين خلاو يعني العمران الجزائري اصبح فوضى يعني لي بيرمي دو كونستروير اتوري ا ترافير لي ديسيزيون د اتريبيسيون اتوري ا ترافير ولينا في فوضى عمران كبيره. هذا واش كان يقول السي زبدي؟ تفضلوا فقط لانه السؤال هذا هو السؤال العميق ما جدول الانتخابات؟ هذا باش يكون واحد صغير يترشح ومن بعد يولي ابونتونتال لوكال يولي يدير رايو في كلش ويولي سون ليميت باسكو يستخدم القدرات والسلطه التقديريه اللي يعرفها هو من خبايا القانون. رجعتيني الى وضعيه تاع 20 سنه نعم. بلدان هي موجوده اليوم لا لا ماشي في الجزائر نعم. علاه حنا رانا ستيريوتيبي على مش قلنا الديمقراطيه التشاركيه قلتها انا باش ننقدها ماشي باش يكملوا لي فيها الجماعه حاجه ايجابيه نعم. على الديمقراطيه وراه الوعي الانتخابي في المجتمع منهار يعني تماما صوت الواحد يتحمل مسؤوليته منهار تماما العلاقه بين لو غوفيرنون لو غوفيرني ثاني فيها ابواغ يا مونجي. نعطيك مثال بلدان رائده من دي اكسبيريونس اترونجير لا نوفيل زيلاند لحقوا حتى يديروا لا كونتراكتواليزاسيون دي مينيستر
مينيستر كونتراكتويال انا ما تحققش ايلو كونتراكتويال لانه عندك دي ميسيون دو سيرفيس بوبليك ديرهم تمثل الدوله علاه ما نفتحوش مجال على التفكيرات اخرى لانه حنا اوني ستيريوتيبي سوغ ان موديل وهذاك الموديل صحيح غلط ما نعرفوش هذه المشكله تاع جدول الانتخابات لانه لما نمشي ليها ونشوف لا بوبولاسيون تاعي كوم واش كومبورت ونعرف واش يخير واش دوكا دوك نوليو نفس الديسكور تاع 2012 افون 2007 الى اخره الفرق واش كاين درك الفرق انه الاموال راح تنقص لانه في 2007 كان كنت عايش في البيك بيترولي ولي جون اي زيتي رونتي 2012 كنت مازال في ظل البحبوحه ليزونس فينانسيير بصح قولوا لي ابارتير دو سيت اني وراه على الناس نعطيك وحده انا نقري علم النفس الاقتصادي وعلى بالي كومون لي جون اس كومبورت قال عليه تهربوا ما يترشحوش كاينه نسبه كبيره انه يعرف انه الاموال ما راحش تكون اذا لي مويا ما كاش باش يحقق حتى ولا كان عنده ما راحش يحقق هلا مستم هذا الشيء انه الناس ما يش تترشح السيد تير لا كاين لي زونسيال اللي قلت عليهم انه حقوا نتائج ايجابيه لانه يعرف لو كاين اللي ما رشحوهمش السيد الاحزاب تاعهم ما رشحوهمش لا فيها سيد تير كاين الاحزاب تاعهم ما رشحوهمش نعم تفضل تفضل رشحوش لانه على بالهم ما كاش الاموال ما راهمش باكيين هذا ماهوش يجمعوا في دراهم ويوزعوا فيها يقدر إنسان بدون مال يقدر بالشيء اللي عنده يقوم بتسيير جيد وممتاز وشفاف في البلدية تاعو وما يزعف لا وما يزعف حتى واحد طالما أنه يكون في إطار عدالة اجتماعية وطالما أنه لا يقدم وعود مغلوطة وطالما أنه ما يقدمش قبل الانتخابات وعود مغلوطة المواطن البسيط مطالب معقولة المواطن البسيط ما يطلبش حاجة على باله باللي ما كانش لكن لما المترشح يجي يقول له انا نوفر لك السكن ونوفر لك الشغل من وفر لك صدقيني صدقيني لو كان كانت عندي يعني هنا مشكل سياسي مشكل احزاب ومشكل اختيار القوائم السيد هذه من المفروض يتم معاقبتها اذا كان تغيير في قانون الانتخابات قانون البلديات لابد ان تكون هنالك عقوبات للناس اللي يوعدوا بامور ما راهيش من صلاحياتهم شفناهم في الانتخابات التشريعيه سيد زبدي شفناهم في الانتخابات التشريعيه والنائب يعني الوطني يوعد بسكن ويوعد بشغل يعني اضعف الايمان انه المير يقدر يوفر سكن من المفروض يعني لو ديبوتي لابد كان يوعد بالسكن والشغل يعني لابد لابد من تهذيب لابد من تهذيب الخطاب السياسي وهذا دور الاحزاب هنا دور الاحزاب السياسيه ولابد من تقنينها كما ذكر انا نحوسوا نقنوا وقننا اللي ما يديرش اشعار تاع الحمله في البلاك نعاقبوه هذا ورقة برك فما بالك بالذي يتجرأ ويعطي الناس الوعود والعمل والسكن إلى غير ذلك من الأمور حتى نقولوها بصريح العبارة وما بالك بالناخب الذي يقبل مثل هذه الوعود يعني هنا المشكل أيضا مسؤولية الناخب مسؤولية المواطن يعني عنده مسؤولية مواطن عنده مسؤولية يعني مهما كان ما نقدرش نغطي الشمس بالغربة حتى من لا يقتنع بهذه المؤسسات المحلية عنده مسؤولية زيد على ذلك يعني العزوف أيضا عنده مسؤولية لأنه تحل لابغاش للناس اللي مش أكفاء باش يطلعوا اللي خير نحترمه خيار تاعه عنده مسؤولية اللي ما خيرش نحترمه وعنده مسؤولية إذن كلنا مسؤول واحد ما يقدر يتهرب من المسؤولية ولكن لما نتحدثوا الآن هضرتي انه وقعت اخطاء في السابق الى غير ذلك تعسف يعني توزيع الاراضي والعقارات بطريقه هذا يرجع الى الشخص اللي راهو حاكم تلك البلدية وهذا الشخص هذا منزلش هذا الشخص هذا تم اختياره إما من طريق الأحزاب تاعه أو من طريق المواطن وبطبيعة الحال لما نهضروا على الانسداد غالبية الانسدادات نقولوها بصريح العبارة ما راهيش انسدادات تصب في اختلاف برامج ولكن انسدادات سياسية. نقولوها قال هذا هذا وفي بعض الأحيان ذاتية شخصية ذاتية. يعني حتى ما عندهاش علاقة يعني قائمة على مصالح شخصية قال شكون هذا رئيس بلدية حزب فلاني هذا يتم هذا راح يدير مشروع أنا في الحي تاعي وأنا عضو مانع يتم أحيانا هذه الصراعات اللي خلت للأسف الشديد أنه الإدارة حتى الإدارة الولاية الدائرة إذا غير لا تثق في المنتخبين لأنه مثل هذه الصراعات تؤثر على السيرورة يعني الاقتصادية والاجتماعية والإدارية للمحلات صح لأنه ممكن تظهر بعض التناقضات لما يقول لك ما عندوش الحق أنه يوزع طرف تراب
ولكن لما نشوفوا انا مانيش مؤيد هذه الفكره لانه لابد رئيس البلديه ان يكون كفء ويقوم بكل واجباته. لابد ان يكون رئيس بلديه هو رئيس الجمهوريه في البلديه تاعو. هو اللي راه منتخب يعني ما كاين يقدر حتى واحد يهزو ولا يزعزعو ولا غير ذلك من الامور. ولكن للاسف الشديد بعض التجارب لانه المواطن ما على بالوش وايضا انه بعض الاحزاب ما على بالهمش يعني الى غير ذلك من الامور خلات هذه الثقه تهتز. حتى المواطن اصبح لا يؤمن يعني ما نوش باش نبرروا هذا الوضع ولكن يعني وضع يعني لا نحسد عليه في بعض المناطق لابد من يعني سبل تنظيميه وايضا لابد من تدخل المواطن للاشراك. لما يهضر لي يقول لي يجوا يحضروا لازم نفهموا اولا ما هي الديمقراطيه التشاركيه. لازم في لا كوميسيون دو ريفلكسيون لازم نحدوا المواطن وشنو هي واش دوره واش دوره كي يحضر. دونك انا بالنسبه ليا كاين اللي يفهم ديمقراطيه تشاركيه يجي يقول لك نفوطي معاك انا وكاين اللي يفهم ديمقراطيه تشاركيه خبروا برك. لابد ايضا ان نعطي المفاهيم الصحيحه. ما نقدروش نطلبوا من مواطن حاجه هو ماهوش فاهمها يا جماعه. لازم يفهمها يعني ومن بعد نطلبوا منه. نعم كسؤال اخير هل يمكن ان يعني نرجع كل ما يحدث الى نوعيه الخطاب السياسي اليوم؟ نعم تفضل سي طيب وساعطيكم الكلمه باش سي فرانك شو ميرسي مدام سي فرانك يعني واختيار الاحزاب للقوائم. Moi, je permets-moi de qualifier ça d'absence de maturité politique. Parce que quand on fait un discours politique, on doit assumer l'impact et l'influence et avoir le sens des mots. On ne doit pas badiner, s'amuser avec les gens. Chaque mot, il a un sens, il a son influence, il a sa résonance. Donc on doit faire très attention dans les discours. On ne doit pas être populiste. صحيح. Faire un discours de n'importe quoi, je vais faire ça, je vais faire ça. Oh non, il doit ignorer, il va ignorer l'administration, l'argumentation, etc. Or que non, il y a l'argumentation qui le freine. Il ne peut pas faire n'importe quoi. C'est vrai. Alors que je voulais dire par là, non, il ne faut pas oublier que nous sommes une jeune démocratie. صحيح. Donc on doit avoir un minimum de sagesse. Parce que quand il y a absence de maturité politique, donc absence de maturité tout court parfois, donc on doit faire très attention au discours, à l'influence, aux conséquences parfois d'un mot, d'une phrase qui peut être dévastateur. Alors qu'on doit faire très attention. Mais par contre, la réflexion s'impose en permanence. On doit créer des espaces d'échange, de communication, d'échange. On doit créer des espaces de concertation, des réflexions permanentes. Mais si on n'essaye pas de créer des espaces, de multiplier des espaces de concertation, c'est une façon même, c'est un espace, on peut l'appeler même un espace de loisir culturel, etc. Mais hélas, on n'est pas encore là, mais c'est juste, je dis ça, juste pour souhaiter à mon pays, aux responsables de mon pays, de réfléchir beaucoup pour trouver des solutions et pour construire un État, une démocratie mûre, mature et puis un État fort. وهذا لا ديموكراسي سيد سي طيب تبدا من يعني النواة الرئيسية وهي البلدية. سيد غويني انتم اقتصادي هل الخطاب السياسي اليوم لكن طرح لك سؤال سياسي هل الخطاب السياسي اليوم يأثر على نوعية اختيار رؤساء المجالس البلدية؟ والله شوف أنا تبعت الحملة الانتخابية. نعم وهذا هو سؤال يعني وحنا شفنا حملة يعني مدة 21 يوم حملة نوعا ما باهتة فيها كثير من تفضل. حنا شوف كنا نتمنى أن تتقدم الأحزاب ببرامج لإنعاش التنمية على مستوى الجماعات الإقليمية البلدية والولاية، لكن الظاهر ما لمسناه من خلال الحملة الانتخابية ما ضمنتش برامج واقعية. ولما نقول لك الأخت الكريمة أنا نقول لك برنامج معناها أنا تخيلي أنا في بلديتي نعرف الموارد تاع البلدية تاعي ونعرف البلدية تاعي واش تحتاج. دونك أنا ندير أنا البرنامج تاعي على حساب أولويات البلدية. بارك الله هذه ما كانش. الآن
النقطة الأخرى على الدولة، هذه مسؤولية الأحزاب. صحيح. المستوى المسؤولية الإدارة المركزية أو الدولة عليها أن تعيد النظر في الكثير من القوانين التي تعرقل تحقيق وتجسيد التنمية على مستوى البلدية. اثنين، لابد من إعادة النظر في مسألة العمل بالموازنة. ننتخب حزب حاب يترشح يقدم برنامج نتاعه والميزانية تكون مرتبطة بالأهداف وبالنتائج. الآن لما تنتهي العهدة يكون الحزب هذا قد قدم الحصيلة نتاعو انطلاقا من الموازنة بالأهداف، ماشي الموازنة لتوزيع الاعتماد. لكن لما يكون الحزب يسير لوحده يعني مش بالتحالف، لا ولكن نقدروا احنا نقدروا العربي نهار يديروا موازنة الدولة تمشي بالأهداف، نهار تهبط الميزانية المحلية تولي بها احنا نبداو الميزانية تاع سنوات الربعية تقريبا يدور عليها القرن. استاذ قلت لك انا الان يعاد النظر، لا يجب اعادة النظر. قلت القانون العضوي لقوانين المالية هذا اللي لازم يصدر وراه هو الاداة. ولكن نبدا استاذ نبدا من النواة، لان اذا اردنا ان نحقق تنمية مستدامة على مستوى الوطن علينا ان نتبع بالبلدية. خليني فقط نعطيك باش نكملوا كلمة ليك وكلمة للسيد البلديات، لانه احنا رانا عايشين في دون سوسيتي كونفليكتويال، راهم دي اتجاه والاتجاه المعاكس الى اخره. كاين عوائق قانونيه لازم ترفع. مثلا تكلمت على الخطاب السياسي سيد. الخطاب السياسي شوفي الخطاب السياسي في هذه المرحله من ناحيه القيميه تاعو ما عندوش قيمه. انا نقول لك علاه، لانه راهو في دون تو ليسونس. بصح اللي يحكم هو واش يبقى ثابت، هو واش عندك ديسبوزيتيف ان ناسيونال جوريديك ايليغال. دوكا ناسيونال الناس تحطهم فاس سيت ناسيونال واش يديروا؟ يبداو يخترقوا في القوانين ويكونتورن لا لو وخلا. سي بور سا راح نعاودوا ندخلوا في دوامه اخرى. الإصلاح يجيك بإعادة النظر في نعود ندرو تواليطاج تاع لي لوا تاعنا، نعاودو قوانين تحذف قوانين تجي جديدة إلى آخره، ثم نديرو الاتصال المؤسساتي. هذو المنتخبين ما عندهم حتى علاقة بالاتصال المؤسساتي، حتى الاتصال بين بعضهم ما كاش. كيفاش حبيتي غدو يتصل مع المواطن؟ صفة الاتصال ما كاش، على يوصلوا الانسداد. ثم على الدولة احترام ما يسمى في القانون توازي الأشكال، باراليزم دي فورم. أنت قلتي تعليمة، اللي يجي من التعليم ما يقول للبلديه ديال فيش قوانين تطبق، هاك النقل يعني المدرسي، هاك المطاعم، هاك الاخر، لا ديرها لي باغ فوا دو لوا في القانون. لكن ايضا كلمه اخيره سيد تير، انه الناخب عنده مسؤوليه. لما يخرج الناخب بقوه يوم الاقتراع ويروح يصوت هنا، يغلق الباب على ويختار الاحسن بطبيعه الحال، وهنا يغلق الباب على انه نختار الانتهازيين ولا يعني ما عندهمش كفاءه الطفيليين. نعم تفضل سيد زبدي باش نكمل معك. في هذا الخطاب السياسي صح مهم جدا، لانه بعض السياسيين نفروا المواطن، نقولها بصراحه العباره. وزياده على الخطاب السياسي كاين واحد الظاهره اسمها التجوال السياسي. صحيح. وللاسف الشديد يعني لما شافوا يعني هو الغي في الدستور الجديد. لا ما كانش نعرف شخص. نعم. يعني في سنه واحده راهو قيادي في ثلاث احزاب، ما فهمتش انا صراحه. يعني الغي فيما يتعلق بالمجالس لما يكون عضو. صحيح. لكن قبل من حقه بغض النظر، شوفي بغض النظر على يعني اثار نقطه مهمه جدا. شفناهم مترشحين في الانتخابات التشريعيه في احزاب وفي قائمه حزب وفي الانتخابات البلديه في قائمه الاخيره في قائمه حزب. يعني حتى الاحزاب الفير دو لا كوليكت دي كانديدا، يعني ما كانش نضال حزبي سيد زبدي. نقول حاجه، نقول المواطن شوف صلاحك. شوف انا ما يهمني لا حزب لا متحزب لا رئيس قائم، انا نقول المواطن شوف صلاحك. نعم. حاليا هنالك سند في الدستور في القانون يسمح لك انك تروح للبلديه وانك تشوف وتراقب. هنالك الاسواق الجواريه اللي دائما نهضروا عليها تقدر انت تساهم باش يعني تخير الافضل، تصوت على الافضل، وبعد ذلك تحاسب من صوت تاعك. عندك المساحات العموميه. نعم. تقدر تفرضها، عندك النظافه تقدر، عندك مراقبه المحلات ايضا. هذه كلها في الخليه الاساسيه تاع الدوله، وبالتالي علينا جميعا يعني ان نتدخل في هذا القطاع المجالس المحليه والا نترك المجال فارغ. صحيح هنالك بعض الفضائح بعض النقائص بعض، ولكن على المواطن المسؤول هو الذي يساهم في تصحيحها. شكرا سيد زبدي، شكرا سيد تير، شكرا سيد سي طيب، شكرا سيد غويني على كل هذه الايضاحات. اذا ساعات قليله تفصلنا عن انطلاق الانتخابات المحليه للثالث والعشرين نوفمبر 2017. وصلنا الى ختام هذا العدد من برنامج الحوار الاقتصادي. يمكنكم اعاده مشاهده البرنامج على صفحة التلفزيون الجزائري ENTV.DZ. نلتقي في عدد مقبل بحول الله. دمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.